وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي. برحب بحضرتك معي عبر تن. حضرتك وكل السادة المشاهدين، أهلا بحضرتك. إذن هذا اليوم يحمل مغزى عميق، مغزى للتضحية والفداء، يوم الوفاء للمحاربين القدامى الذين ضحوا بأنفسهم ودمائهم من أجل أن نحيا نحن بعزة وكرامة. يوم الشهيد نتحدث عنه. إذا سيادة اللواء، لو تحدثنا عن رمزية هذا اليوم بالنسبة لمصر والشعب المصري. تمام يا فندم. رمزية هذا اليوم زي ما حضراتكم حرضتوا في التقرير، كان احنا اخترنا يوم 9 مارس من كل عام لأن يوم استشهاد الفريق الذهبي من رياض. رئيس أركان حرب القوات المسلحة أيام نقول حرب الاستنزاف. لم يحدث في تاريخ العالم أن استشهد رئيس أركان حرب على الخط الأمامي للجبهة. يعني كان يومها رايح يتابع ماذا تم في تدمير خط بارليف وفي النقطة نمرة 6 عند الإسماعيلية. فوجئ طبعا أن العدو حصل اشتباك وأطلق نيران المدفعية، وبالتالي جت شظية في اسم الشهيد ما استشهد. وكلنا شفنا ان من اعظم الجنازات العسكريه اللي تمت في تاريخ مصر بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والشعب كله يودع الشهيد البطل. واحنا في كل مره بنفتكر الشهداء بتوعنا، ولازم نفتكر الشهداء اللي كانوا في سيناء من كام سنه، اللي لولاهم ما كناش نقدر نعيش النهارده في امن وامان، لولاهم ما كناش مصر كملت الاستثمار، لولاهم ما كناش النهارده كل سينا رجعت آمنة مستقرة ومصر مستقرة. عشان كده في هذا اليوم زي ما شفنا النهارده بدأ الاحتفال يوم الجمعة بالصلاة في مسجد المشير طنطاوي، وحضروا السيد الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة وقادة مصر، وبكرة هيتم احتفال آخر. كل مدارس مصر، كل المحافظات بنحط الإكليل الزهور على النصب التذكاري، واحنا عندنا النصب التذكاري في القاهرة اللي موجود في مدينة نصر على يعني على رمز الهرم، وهو رمز العمارة المصرية، مكتوب عليه أسماء أي أسماء مسلمين ومصريين ومسيحيين، ومدفون تحتهم عدد من الشهداء الغير معروف أسمائهم. عشان كده بنسميه قبر الجند المجهول، ولكن هو احتفال لمصر كلها ويعني بذكرى استشهاد اللي قدموا أرواحهم عشان احنا نعيش في يسر وسلام. صحيح، مثلما ذكرت سيادة اللواء، الشهداء دائما حاضرين في وجدان الدولة المصرية وذكرهم حية لا تموت. لو تحدثنا عن الجهود التي قامت بها الدولة المصرية لتكريم هؤلاء الشهداء ذويهم، أيضا لرعايتهم على مدى السنوات الماضية. بشكر حضرتك على هذا السؤال. بصي، في حاجتين. سيادة الرئيس السيسي عمل صندوق لأسر الشهداء، لأن أنا حاربت 4 حروب، أنا كممكن أشهد في أي حرب، وبيبقى يهمنا طب احنا هنقدم ايه لاسر الشهداء بعد الشهيد ما استشهد والولاد موجودين وعايزين رعايه. فالنهارده في صندوق لرعايه اسر الشهداء وبيتابعهم، جواز الابناء، المستشفيات لا قدر الله، يعني كل ما هم عايزينه ده بيتعمل لهم. ان شاء الله في نهايه رمضان في العيد، في كل سنه بتلاقي سياده الرئيس بيفطر يوم العيد وبيبقى معاه أسر الشهداء وأولادهم. ومن أول رمضان بتلاقي الشؤون المعنوية ووزارة الداخلية بتكلم أسر الشهداء في التليفون وتشوف الأولاد عايزين إيه هدية في العيد. اللي مش هيحضر مع سيادة الرئيس يوم الوقفة أو يوم العيد، إنما هتروح له هديته، إحنا بنقول له طب والدك مش معاك لكن مصر كلها معاك، وده أقل شيء بنعمله لأسر الشهداء. سيادة اللواء، بمناسبة احتفال الدولة المصرية بعيد الشهيد من كل عام، يعني اتخذت الدولة قرارات خاصة بالاحتفال بهذا اليوم، ومن أهمها فتح المتاحف والمزارات العسكرية بالمجان للمواطنين غدا. لو تحدثنا عن هذه الإجراءات، كيف ترصدوها؟ أيضا كيف تساهم في تعزيز الوعي والثقافة لدى الشباب والأجيال الصاعدة والقادمة بأمجاد هؤلاء الشهداء وهذه الذكريات الهامة التي نستوحي منها الكثير، والتي بسببها يعني بنحيا نحن بعزة وكرامة؟ تمام يا فندم. احنا في هذا اليوم زي ما حضرتك قلتي بيتم فتح كل المتاحف
مجانا لكل المواطنين. حاجة تانية بيبقى طابور الصبح يومها لكل مدارس مصر عن دور الشهيد وماذا قدمه للبلد عشان نعيش في وئام وسلام. وده يهمنا ان اولادنا يبقوا حاسين قيمة الشهداء وبنديهم الموعظة وبنديهم المثل والقدوة. ايضا في هذا اليوم بيتم في كل محافظات مصر قادة العسكريين مع المحافظين بيتم وضع قليل الزهور. احنا كنا الاول بنعمل استعراضات عسكرية ولكن دي وقفت دلوقتي، لكن الهدف منه ان شعب مصر كله يعلم. وهناك طبعا بكرة هيبقى في ندوة ثقافية هتشوفها مصر كلها احتفالا بيوم الشهيد. فده كله عشان نقول لشعب مصر احنا مش ناسيين شهدائنا، واحنا عايشين وهم معانا واحنا عايشين معاهم ونقدر دورهم اللي عملوه في سبيل رفع هذا الوطن. انا بشكرك شكرا جزيلا اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي لجميع هذه الايضاحات، شكرا جزيلا لك يا فندم.